بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة والتي نخصصها عن قراءة التاريخ. كيف نقرأ التاريخ؟ هل نقرأه بصورة صحيحة؟ نرحب بكم وبمشاهدينا الكرام الذين في الاستوديو وكذلك بفضيلة شيخنا الدكتور مازن السرساوي. بارك الله. مرحبا بكم دكتور. وبكم الله يحفظك. هل أنا يا دكتور والمشاهدون الكرام يقرؤون التاريخ بطريقة خاطئة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحن أمة لها تاريخ ضخم جدا، في حين هناك أمم كثيرة في الشرق والغرب لا تجد لها تاريخا، ومع هذا التاريخ العريق الضخم الذي يشكل جزءا كبيرا من تراث هذه الأمة، لأن التاريخ عندنا أيضا له دخل كبير بالعقيدة. فإن كثيرا من أحداث تاريخنا، لا سيما التاريخ القديم الأول في صدر الإسلام، تنبني عليه أحكام شرعية كثيرة جدا، فيؤخذ منه، لأنه يعتبر جزءا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أفعاله ومن تصرفاته، وهي أصل من أصول التشريع عندنا. فالتاريخ عندنا له أهمية كبيرة جدا، وله بعد تشريعي بعد كونه بعدا تراثيا وبعدا تاريخيا يحتاج إلى عناية خاصة من المسلمين. عفوا دكتور، كيف يكون له بعد تشريعي؟ الله يحفظك. يعني البعد التشريعي للتاريخ عندنا، إن التاريخ كما قلنا هو عبارة عن أحداث. هذه الأحداث جزء منها وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني السنة التقريرية مثلا. دكتور، والفعلية أيضا. فما وقع له صلى الله عليه وسلم من الأحداث والغزوات والتصرفات في سلمه وفي حربه وفي ما كان فيها من أحكام سيرته، فكل ذلك يأخذ منه أحكام. فله بعد تشريعي معروف لا يخفى علينا. ومع كل هذه الأهمية الشاسعة لتاريخ الإسلام، ومع عظمته وطوله وامتداده وقتا طويلا جدا حتى بلغ الآن 1400 عام، وتغطية كل هذه المدة، فهذه المدة الطويلة في 1400 عام لم تخلو منها فترة ولا حقبة ولا عام من تغطيات كثيرة للمؤرخين. ترى يعني في الوقت الواحد، في الحقبة الواحدة، في العصر الواحد، جماعة من المؤرخين يصنفون، كلهم كل يكتب حسب مشربه ووجهة نظره. فهذا التوثيق الكبير وهذه العناية الضخمة جدا بهذا التاريخ الفخم الذي ليس هناك أمة لها مثله، قوبل للأسف من جماهير المسلمين بشيء من عدم العناية والإهمال، حتى صار هذا التاريخ للأسف كما يقال سلاحا ذو حدين. صار كثير من الناس يستخدم هذا التاريخ الذي كما قلت هو دعامة من دعائم تراثنا، ثم هو أيضا أحد مباني الشريعة عندنا، صار البعض يستخدمه ليطعن في شريعتنا، سبحان الله، ويصنع فارقا شاسعا بين الشرع وبين فعل الصحابة والتابعين وأفعال المتشرعين. صار يحتج بهذا التاريخ احتجاجا خاطئا، ويريد أن يثبت للناس أن هذا الشرع الذي جاء به هذا الدين في اتجاه، والمسلمون كانوا في اتجاه آخر. نأخذ مثال سعادة الدكتور. يعني مثلا الآن ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندما بدأت الفتن، وقد بدأت الفتن بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه، كان هو الحاجز وهو السد الحصين الذي يحول بين الناس وبين الفتن، كما في حديث حذيفة لما سأل عمر حذيفة رضي الله عنه عن الفتنة، فذكر أن قال له يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها لبابا مصدا، فقال له عمر أيكسر هذا الباب أم يفتح؟
فقال يكسر. فقال حذيفة فقال له عمر إذا لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة أكان عمر يعرف الباب؟ قال نعم كما يعرف أن دون غد الليلة. وكان الباب عمر رضي الله نعم تعالى عنه رضي الله عنه. فمن ساعة ما بدأت أحداث الفتنة والإشكال الذي جرى بين الصحابة كثير من الناس بدأ للأسف لا سيما المغرضون منهم من المستشرقين وأذيالهم من الروافض وأشباههم ممن يبغضون هذا الجيل النقي الذي حمل لنا الدين، والطعن في هذا الجيل طعن في الشرع كله، فبدأوا يأخذون مواقف مغلوطة لم تحدث أصلا أو حدثت في سياق عام وفهمت مفهوم خاطئ طبعا. بالضبط، يعني ممكن جدا يكون الحدث ده ما حصلش وده الأعم الأغلب، فعامة ما يرويه هؤلاء الطاعين في الصحابة لا أساس له من الصحة، لا يستطيعون أن يثبتوه لا على منهجهم ولا على منهجنا. ولو فرضنا أن بعض هذه الحوادث كان صحيحا وواقعا فكان له سياق خاص يوجهه، يعني ممكن يحدث فعل لو أنا خلعته من سياقه يكون منتقدا، لكن لو وضع في سياقه العام يكون مقبولا. لو إن واحد الآن وهو يمشي في الطريق رأى رجلا يمسك بغلام صغير من رجليه ويضربه على ظهره ضربا شديدا، فقط نظر إلى هذه اللقطة فقط من هذا الموقف فإنه لا شك سيحنق جدا على هذا الرجل ويقول هذا رجل مجرم وهذا ما في قلبه رحمة. لكن إذا وضع هذه الصورة الصعبة في سياقها وقيل له أن هذا الغلام قد بلع شيئا ووقف في حلقه وهذا الرجل يضربه على ظهره ضربا عنيفا حتى يسقط ذلك الذي في فمه فتعود له أنفاسه، لكان سيقبل رأسه ويحمد له ذلك الصنيع. فهم إما يأخذون مواقف لم تحدث أصلا يخترعوها الكذبة من الرواة وهم معروفون عندنا وعندهم، أو يأتون بمواقف صحيحة يقطعونها عن السياق ويشوهون بها تاريخنا. الكذبة موجودون عندنا وعندهم؟ طبعا هناك وهناك وضعون، أنا أقصد بذلك أن من السنة والشيعة الوضعين معروفين عندنا وعند الشيعة، عند الشيعة وناس في كتبهم هم يحكمون عليهم بأنهم كذبة وأنهم وضعون. هل هو سعادة الدكتور هل هو امتهان للكذب مثلا أو يأخذها مهنة مثلا؟ والله الوضع في السنة يعني له أسباب كثيرة له أسباب كثيرة. هناك الناس يمتهنون هذا، ناس شغالين وضعين وكان هدفهم من وراء ذلك أشياء كثيرة أيضا، منهم جماعة الزنادقة ومن كهؤلاء الروافض. فالروافض كما كان يقول الشافعي اروي عن كل أحد من أهل البدع إلا الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب، دينهم الكذب. يعني هم أحد أعمدة دينهم الكذب على خصومهم، يخترع ويأخذ أجرا مع كذبه. بالضبط، يعني هو يخترع من عند نفسه أمورا ثم يلصقها بخصمه ثم يحاسبه عليها، يعني كما يقول العوام بيكذب الكذبة ويصدق نفسه، بيكذب ويصدق نفسه. فالكذب كان له ممتهنون، كان الكذب صناعة لكن برع فيها الروافض جدا. فأقول هذا التاريخ شوي يعني بدل ما هذا التاريخ يستخدم ونعتني به العناية الرائقة الصحيحة حتى نبين للناس أن هذا الذي جاء به الدين من أحكام وتشريعات منيرة يعني العالم كله يتغنى بها نفذ بالفعل. تركنا تاريخنا حتى يقرأه غيرنا من المستشرقين وأعداء الإسلام ثم اختاروا منه أسوأ ما فيه. يعني مثلا لما تيجي تقرأ كما يكتبه المستشرقون وما صدقه عامة المسلمين الآن عن هارون الرشيد، هارون الرشيد الخليفة النبيل كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله، قال الملك النبيل الشهم كان ذا مروءة وشجاعة وذا غزو وجهاد. هارون الرشيد كما يعرفه أهل الإسلام في زمانه وبعد زمانه كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، إما ترى في غزوة أو في لو ما كانش في غزوة هذا العام يكون في بيت الله الحرام، إما كانش في البيت الله يكون في غزوة على في الثغور يعني. وتصدق من ماله كل يوم بمائة ألف درهم ويصلي في اليوم مائة ركعة، وبكاء عندما يذكر بالله تعالى يغشى عليه لما كان يقرأ عليه بلا تهيئة أبياته كان يخر مغشيا عليه، وفعل 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 ثم ترى كل هذا يحذف ولا يذكر الناس عن هارون إلا ما ينقله الأعداء عنه كان رجل صاحب جواري وقيان ومعازف ومسرور أثبت هون شيخنا المسلمون أنهم يقرأوا هذا التاريخ العظيم ويتركوه للأعداء ثم هم يتناولونه منهم مرة أخرى، إيه السبب دكتور؟ هو السبب يعني متى حدث؟ طبعا هو ده حدث في الوقت الذي انشغل فيه المسلمون عن دينهم وعن العلم،
في الوقت الذي كان فيه المسلمون منشغلين عن ذلك تماما بما يعني بما ألهوا به من الاستعمار تارة والهجمات الصليبية في وقت من الأوقات، بدأت أوروبا تنظر في كتبنا قبلنا يعني في العصر الحاضر هذا من القرن الخامس عشر الميلادي والسادس عشر الميلادي، بدأت تقوم في أوروبا نهضة علمية كبرى، وبدأت تعتني أوروبا بتراث المسلمين وتنشئ الكراسي، كراسي البحث الشرقية، وتخرج أجيالا، بل تبعث جماعات من المستشرقين والمستغربين والدارسين للشرقيات، بدأوا يدخلوا ديارنا يأخذوا منها كل شيء، حتى كتبنا ومخطوطاتنا الأصلية كثير منها هناك. يعني احنا الآن عندما تقرأ الفهرس المكتبة السربيتي في أيرلندا يعني يكاد يجن جنونك، يعني هذه الكتب عامتها بخط مصنفيها، كتب نفيسة جدا. كان هذا الرجل يأتي إلى مصر مثلا في الأربعينات من القرن الماضي هذا، ويدور بنفسه على 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 أصحاب الكتب وعلى الحوانيت وعلى الأماكن التي يمكن أن يكون فيها شيء من ذلك، ويشتريه بأثمن الأسعار، يبذل فيها كل ما يريد صاحبها. هؤلاء نقلوا تراثنا. لماذا يعني يفعلون هذا الأمر؟ هم كانوا يفعلون ذلك صراحة لعدة أغراض، أهمها دراسة حال العرب، لأنهم من بعد الحملة الصليبية الأخيرة على مصر والعالم الإسلامي، أدرك الغرب أن الصدام العسكري مع المسلمين لن يجدي، لأن ما دام عندهم عقيدة وعندهم دين قوي في قلوبهم، فمهما يغلبوا سيغلبون، يعني مهما تأتي عليهم تارة يغلبون أو يعني تسلب منهم ديارهم، يشككون في سيرتهم من هذا الباب يعني. بالضبط. فهو عفوا هم لما عرفوا ذلك وتأكدوا أن الغزو العسكري أو الصراع العسكري الذي امتد من أول الإسلام إلى نهاية الحروب الصليبية غير مجدي، أخذ القدس وردها بعد 80 عام أو أقل صلاح الدين، فأدركوا أنه ما دام هؤلاء الناس عندهم اعتقاد صحيح وعندهم دين سديد ويعرفون قدرهم، فإنهم لن يهزموا أبدا. فبدأوا ينقلون المعركة إلى معركة أخرى، معركة الهدم من الداخل. فبدأوا في طريق هدم حصوننا من الداخل، فهدموها بالفعل من خلال ذلك. بدأوا يأخذوا كتبنا وتاريخنا، يقرؤوه سريعا، ثم يفهموه كما شاء، ويأتون به في صورة جديدة. وساعدهم على هذا ضعف المسلمين في هذا الوقت، وكونهم كانوا مولعين بالغرب لأنهم أقوى منهم، وعادة الضعيف دائما ما ينظر للقوي نظرة إكبار ونظرة احترام، ومن هنا نشأ لغة الخواجة. نعم. إذن عندنا نقرأ تاريخنا من أقلامهم فضلت الدكتور. هذا الذي جرى إن شاء الله. يعني بعد الفاصل نكمل هذه الحلقة الرائعة بإذن الله. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله على أننا نحن المعاشر المسلمين نقرأ التاريخ بطريقة خاطئة، نقرأه بأقلام غيرنا بل بأقلام أعدائنا، أليس كذلك فضلت الدكتور؟ صحيح. هذا أحد الأسباب الكبرى في ضياع تاريخنا من بين أيدينا، واستخدام العداء له في يعني غزونا غزوا فكريا موجها. لكن ليس هو السبب الوحيد، يعني هذا كان أحد الأسباب. هناك سبب آخر مهم جدا لا يقل عنه أهمية، وهو أننا حتى عندما نحاول أن نقرأ التاريخ نحن من كتبنا فنقرأه بطريقة خاطئة، لا نعرف كيف نقرأ. يعني كل معروف أن كل كتاب له منهج، أي إنسان في العالم أي مصنف يكتب كتابا فإنه يشترط على نفسه فيه شروطا، يذكر منهجا، هذا المنهج يكون هو الحاكم عليه، خطة الكتاب. فضلت دكتور، فضلتك تتكلم لأن فضلتك أستاذ في جامعة الأزهر الشريف ومتخصص في هذا الباب. الآن كل معظم كتب السيرة الآن الموجودة في العصر الحديث أو التاريخ الموجود التاريخ الحديث أحد يضع نفسه منهج دكتور؟ الأصل ذلك، يعني هو الآن الدراسة الأكاديمية الآن تقتضي على الباحث والدارس. أنا لا أتكلم فضلت الدكتور عن الباحث أو الدارس، عموم الناس اللي يكتبون التاريخ، والآن أنا مثلا وجدت كتابا وقرأت الكتاب. ما هو إذا بيرجع لطبيعة الكاتب، لو الكاتب شخص ملتزم منضبط يعني عنده حيادية علمية يحترم عقول الناس، لا بد يضع لنفسه منهج يسير عليه، يقول أنا بأقبل هذا وأرد هذا، طريقتي سأمشي على كذا وعلى كذا وعلى كذا. وهذا الأمر سبق له المسلمون بقرون شتى، فمن أول ابن جرير الطبري
الطبري وقبله كمان كان العلماء يحرصون على أن يبينوا طريقتهم في تصانيفهم عشان لما واحد يجي يقرأ الكتاب دوت يبقى عارف الراجل ده بيفكر إزاي. لكن للأسف عامتنا الآن أو كثير منا لما بيجي يقرأ التاريخ ما بيقرأش الكتاب من أوله بيخش على طول في نص الكتاب هو عايز يقرأ معركة الصفين يبحث في الفهرس ويخش على الصفين ما يعرفش ده الراجل ده بيتكلم إزاي في الصفين بيتكلم إزاي في الجمل بيتكلم إزاي إيه منهجه يعني هو هل لما بيروي أي حاجة تبقى مقبولة عنده في حين أن كثير من المؤرخين المؤرخون عامة يعني عادتهم هم بالضبط مثل الصحفيين الآن المؤرخ صحفي رجل صحفي ينقل الأخبار الآن الصحفي مثلا أو هو الشخص الذي ينقل الأخبار هذا عندما يقع حادث وقع وليكن مثلا حادث على الطريق الصحراوي أو على الطريق الدائري بيذهب حادث ضخم أو وقع أي وقع انفجار في أي مكان يذهب جميع المراسلون وجميع الصحفيون ويقفون يسألون الناس ما الذي حدث هم كانوا موجودين أثناء الحادث يا فلان إيه اللي حصل فيقول له زيد مثلا والله اللي حصل إن الراجل ده اللي غلطان وإحنا رأينا وكذا وكذا بناء على الشهادة يبني بينقل خبر مجرد هو لا يحكم ويأتي آخر فيسأل شخصا آخر فيعطي رواية مغيرة ويأتي ثالث فيذكر رواية رابعة وكما ترى لو رأيت أي حادث وسألت الناس الواقفين جميعا كلهم سيذكرون أقوالا متضاربة لا يكاد يتفق اثنان منهم على شيء واحد فلا يلزم أن كل المكتوب في الكتب صحيح خاصة كتب التاريخ مش كل الذي يكتب في كتب التاريخ ده اعتقاد المصنف وده حاجة حصلت المؤرخ هو كالصحفي الذي ينقل الحدث بكل ما قيل فيه ويدع بقى لعقل القارئ لأنه في العادة مش هيخش هذه الكتب غير واحد عنده دماغ وعنده عقل يدع له مهمة الانتقاء والاعتقاد والتثبيت. بما أن فضلت الدكتور كتاب تاريخ الطبري من أشهر الكتب المشهورة في التاريخ والمعروفة وكثير من يعني الباحثين بيعتمدون على هذا الكتاب هل هذا يعني يحتاج إلى مراجعات أو ودنا أو نعلم المشاهد الكريم على يعني طريقة الطبري رحمه الله في كتابة تاريخه؟ هو الطبري طبعا يعتبر كتابه هو كتاب الأم في تواريخ في تاريخ الإسلام يعني هو من أقدم الكتب وعامة المؤرخين من بعده والقارئين والدارسين والباحثين كلهم لابد أن يرجعوا لهذا الكتاب وهذا الكتاب شكل مشكلة ضخمة جدا عند الناس لأن ظن الناس أن كل من يقول هذا الخبر في تاريخ الطبري أنه كده خلاص يبقى أكيد صحيح 100% طبعا الراجل الإمام كبير حافظ مفسر علامة مؤرخ له باع في كل الفنون تقريبا فيقول لك والطبري يلي الحاجة غلط ما هو الطبري ما كانش بيفكر كده لذلك الزمان في أيام الطبري رحمه الله تعالى كان كل شيء يروى بالإسناد ده كان عصر الرواية وكان كل شيء يعني أي لو واحد عايز يهزر وعايز يذكر طرفة ونكتة في الكتاب بتاعه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويقول النكتة دي واللي يقرأ كتب السلف يراها كذلك لم يكونوا يقولون ينقلون شيئا قط عن أحد سواء كان من شيوخهم أو أكبر منهم أو أبعد أو حديثا أو قصة أو حكاية إلا بإسناد وكان عندهم يعني قاعدة قاعدة هذه بتقول إيه من أسند لك فقد أحالك خذ بالك من اللي يجيب لك إسناد ويقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان هو كده بيقول لك شغل بقى شوف أنت بقى اشتغل دماغك انا كده قلت لك انا اقول لك انا مين اللي قال لي كده يعني فلان حدثني بكذا وما على امكان صادقا او كذا على الراوي يعني وانت فاكر رجل بتقرا هذا الكلام اكيد انت عارف مين دوت وكان ساعتها الناس في ذلك العصر كانوا معتنين جدا بالرواه لان كان 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 ساعتها الطرق قصيره يعني كنت لا يعتبر يروي عن نفسه الا بثلاثه اربعه فكان الامر قليل وكان الناس عندها عنايه ضخمه بعلوم الحديث كان هو العلم السائد مثل النهارده كده الكوره شفت الكرة اليوم حضرتك لو سألت أي غلام صغير عن أي اسم لاعب يقول لك ده بيلعب في نادي كذا وكان بيلعب في دور كذا وهكذا الممثلين فكان في ذلك الوقت كانت هذه العناية كلها منصبة على الرواة فكان لما واحد مثلا يقول حدثنا أبو مخنف كله عارف من أبو مخنف دوت كما لو أنا النهاردة قلت حدثني أبو لمعة فكل من على وجه الأرض عارفنا ولا راجل كذاب وراجل يعني إيه بيقول كلامه خلاص في السلام مش حقيقي فساعتها لما كان الراوي أو الإمام يذكر إسنادا كان في العادة عامة السامعين من الطلبة وغيرهم يدركون أن هذا الراوي ضعيف وأنه ثقة وأنه 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 هناك قصة طريفة جدا أنه يكتب يعني أن هذا كذاب أو مدى من يعني هناك قصة طريفة جدا يذكرها الأهل العلم في هذا السياق تبين مدى كون إن عناية المجتمع ساعة إذن بالرواة إلى حد أن السفلة من الناس ممن لا يعبأ بهم كانوا عارفين كويس القصة اللي يذكرها الخطيب البغدادي في كتاب محمد واحد معي وغيره القصة التي يرويها الخطيب في كتاب
المتطفلين الطفيليين. يذكر ان كان نصر بن علي الجهضمي شيخ البخاري ابو عمرو كان له جار طفيلي، وهذا الطفيلي اللي هو الذي يذهب العزاء من غير دعوة. نعم. وكان الرجل ده بيستغل نصر بن علي أسوأ استغلال، كلما رأى نصرا ذاهبا لعزومة يمشي في ديله فيكرمه الناس من أجل الشيخ، شيخ أحد الشيوخ الكبار في زمانه يومئذ. نعم. وكان طفيلي، والطفيلي عادة لما يروح العزايم ما بياكلش مثلا باحترام زي الناس المحترمة، لا بيقعد بقى يلغوص في الأكل واخد بالك ودخل ده في ده ويقرف الناس عشان ياكل لوحده ومفجوع يعني أساسا. فنصر بن علي كان قد ضجر من هذا الرجل جدا، بقى محرج بالنسبه لهم، فكرونه صاحبه فبيكرموه الراجل حاجه يعني حاجه ما تليقش خالص. فمره وهو جالس كده في بيتي ذكر صاحبه الطفيل ده اللي هو ما يعرفش عنه حاجه وأرفه في كل عشته، فقال لا والله لكأني بالامير الان يدعوني لبعض امره فاذهب فيتبعنا صاحبنا، فوالله لان تبعني لافضحنه اليوم، انا خلاص بقى جبت اخري مع الرجل دوت. فما أتم كلمته وفكرته حتى جاءه رسول الأمير يقول له الأمير يدعوك لختان بعض ولده، عامل عزومة كده عشان هو ختن ولده ويدعوك. قال فخرجت فإذ بصاحبنا على الباب واقف جاهز كأنه بشم على بعد يعني. قال فذهبت وتبعني فدخلنا على المجلس وجلسنا، فلما استتب المجلس بأهله، الناس كلها جت بقى الكبراء والوزراء والسادة العلماء ومش عارفين، قال أردت أن أحرجه، عايز بقى إيه، عايز أأدبه. فقلت حدثنا درست بن زياد عن طارق بن أبان وساق حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار قوم بغير إذنهم بلمح عليه، يعني بلمح عليه، دخل مغيرا وخرج سارقا. فلما قال ذلك الراجل ده بقى الطفيل اللي هو ما احنا إلى الآن ما نعرفش اسمه، ما في حد يعرفه، الراجل وضيع حدش يعرفه. فقام هذا الطفيل وقال له، شوف ده موضع الشاهد بقى، العلم صار متاحا للجميع بقى شيء مشتهر مثل كل شيء الآن مشتهر. فقال له هذا الطفيلي أنفت لك أبا عمرو ولا أنا مكسوف لك سلف، أما تستحي تحدث بهذا الحديث على مائدة سير من أطعم الطعام؟ أنت بتقول إيه دوت؟ لقد أحرجت كل هؤلاء الناس، فإنه ما أحد من الناس الآن إلا ويظن أنك تقصده بهذا الحديث دون غيره. ثم يا أخي أنت مالك، أنت مالك تبخل بمال غيرك على من سواك، ودي فلوسك وده أكلك، الأمير يطعم الدنيا كلها، أنت إيه اللي مزعلك؟ ثم أما تستحي، ده موضع الشاهد، وأنت شيخ الحديث تحدث عن طارق بن أبان وهو ضعيف، عن درست بن زياد وهو متروك، وتأتي بحديث يخالف أجماع المسلمين، فإنهم قد أجمعوا على أن من دخل دار قوم وأكل بغير إذنهم لا تقطع يده، فكيف يكون سارقا ولا تقطع يده؟ لو كان سارقا أقطع إيده. وأين أنت عن حديث صحيح رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين وطعام الاثنين كاف الأربعة وطعام الأربعة كاف العشرة، وهذا متن صحيح وإسناد كالشمس. يقول أبو عاصم، يقول أبو عمرو فلم أحر جوابا، ما عرفتش أنطق، ما كانش متخيل أن هذا الرجل اللي هو مستحقر طفيل ولا يؤبه له، يعني إيه كل هذا الأمر، ده راجل ده طلع علامة، ده عارف الإجماع وعارف الرواة وعارف الصحيح والضعيف والثقات والضعفاء، وده مش كان عجيب، ده إن كان الناس ساعتها كلها كما قلت الآن كان في ثقافة عامة، ثقافة الإسناد والنقد والمتن كانت ثقافة عامة. هذا لأجل أن الطبري رحمه الله يعني ألف كتابه التاريخ ويعلم أن كل هؤلاء أو جل هؤلاء يعلمون ما يكتب من الرجل. بالضبط، وبيكلم ناس فاهمين، فلما يقول لهم حدثنا محمد بن حميد الرازي، وده من أكثر الشيوخ اللي روى عنهم الطبري في كتاب التاريخ، من أشهر وأكثر من روى عنه في التاريخ محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي كان أهل بلده يتهمونه بالكذب، سئل عنه أبو زرعة الرازي بلدياته فأشار إلى لسانه، قال يعني لسانه عايز أطعه يعني كذاب. فلما يجي هو يروي قصة عن دوت اللي هيسمعها عارف إن ده راجل مش موثوق فيه. كما لو أنا النهاردة مثلا جيت أقول لك خبر ونقلت عن صحيفة من الصحف الصفرة فقلت لك مثلا هذا الخبر جاء في صحيفة كذا، صحيفة معروفة من أن هي صحيفة صفراء تكذب على المسلمين لنهار، فبمجرد ما أقول لك هذا في صحيفة رحمة مثلا كذا خلاص هتقولي هذا كلام فارغ. طيب فضلت الدكتور، نريد أن نعلم المشاهد بعض الكتب التي حذر منها العلماء في التاريخ الله يحفظك. وطبعا يعني هي كتب كثيرة يعني كتب التي مشتهرة يعني، يعني للأسف كثير من الناس، وده أيضا من الإشكال لما تيجي تقرأ كتب المستشرقين أو الطاعنين في السلف وفي الصحابة وفي تاريخنا النظيف، ترى عامة ما يأتون به من الروايات
ترجع إلى كتب معروفة. نعم. وكم كتاب كده ليست هذه الكتب من كتب التاريخ أصلا. فترى مثلا كثيرا منهم ينقل عن كتاب الأغاني أصفهاني. كتاب الأغاني للفرج الأصبهاني هذا كتاب سمر، كتاب راجل بيحكي حكايات وحواديت وألف يعني مثل إيه حاجات يعني ما لهاش علاقة إطلاقا لا بشريعة ولا بتاريخ ولا بدين. بينقل أخبار الأدباء والراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات وبس، ما لهش علاقة غير بهذا. وحتى للأسف أقحم في هذا الكتاب ذكر بعض آل البيت رضي الله عنهم، ونسب لهم أفعالا لا تليق بهم، حاشاهم أن يكونوا كذلك، نسب لهم أنهم كانوا يعني يشربون ويغنون ويفعلون أشياء لا ينبغي أن تنسب لهؤلاء الأشراف أبدا يعني. فترى بعض الناس ينقل من كتاب أبو الفرج الأصبهاني الأغاني، وأبو الفرج الأصبهاني نفسه كذاب، أبو الفرج نفسه عند أهل الحديث وعند أهل الرواية لا يوثق به، وإن كان عند أهل الأدب مشهور بالأدب، دي قصة تانية. إحنا لا نختلف أنه قد يكون الرجل إماما في علم جاهلا بعلم آخر. نعم. زي النهاردة أنا ممكن يكون عندي واحد مهندس ما يفهمش في الطب وده لا يعيبه، ويكون واحد عند دكتور ما يعرفش ابن بيته وده لا يعيبه أيضا. نعم. فكان هناك أناس لهم باب أن أبو الفرج إمام في الأدب، لا لكل علم الرجال يروح في الأدب. نعم. لكن عند التاريخ، عند الاعتقاد، عند الحديث، عند الروايات ساقط لا يسمع له. ماذا نفعل نحن؟ نحن يعني طبعا بضاعتنا مزجاة، نحن في مسألة البحث ونريد أن نبين للمشاهد كيف يبحث أو كيف يقرأ التاريخ من الآن، يعني كيف يبحث فيه. هو طبعا ينبغي أن يستحضر القارئ قول الناظم الحافظ العراقي بيقول: وليعلم الطالب أن السير أن التواريخ وأن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. لازم أدخل إلى كتب التاريخ وبعارف أنه ليس كل ما يقرأه صحيح، بل هناك كثير جدا مما سيقرأه سيراه موضوعا وكذبا. نعم. وعندئذ يحتاج إلى أن يعمل عقله ويسأل أهل الذكر ويستوثق، ما يجي يقرأ إليه حوادث عادية مواضيع ما فيهاش أساس بأحد يعني يقرأ. هذه ثقافة، وممكن يكون ده وده حصل مسائل ما تضرش يعني، لكن لما يتعلق الخبر الذي يقرأه بالدين أو بعرض أحد من الكبار أو بشيء يتعلق بمجريات الأمر في الأمة ينبغي أن يقف كثيرا ويتمهل ويراجع حتى يصل إلى بعض الفاصل. نستمع إلى يعني الأمور المهمة خاصة عند عقلاء الشيعة ونقلهم للتاريخ بعد فاصل قصير. فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل، نحييكم ونحيي شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور مازن السرساوي. أهلا بكم دكتور. دكتور، علمتنا كيف نقرأ التاريخ، هل بارك الله فيك تدلنا على بعض الكتب المهمة التي نعتمد عليها في قراءة التاريخ؟ والحمد لله هناك كتب كثيرة جدا معتمدة معاصرة وقديمة يعني، فمن أحسن ما كتب في التاريخ تاريخ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، تاريخ الإسلام. وهذا الكتاب يعد من أكابر كتب التاريخ عند المسلمين، وقيمته أيضا بعد كونه جامعا لحوادث التاريخ تقريبا عامتها. فمصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان إماما كبير القدر، رجل نقاد عاقل، هو محدث وفقيه ومؤرخ، وكانت له نظرته الثاقبة في الأمور، فهو ينقل الرواية ثم يعلق عليها بكلام إما نقدا وإما تأييدا يدل على عبقرية فذة. حتى أنا أرى أني لو أن بعض الناس يعني جمع تعليقات الذهبي فقط وكلامه حول بعض الأخبار والأحاديث لكان مادة غنية جدا للحكمة والعقل. نعم. فكتابه تاريخ الإسلام للإمام الذهبي وإن كان كبيرا جدا لكن هذا من أصول كتب التواريخ. نعم. وإحنا للأسف يعني عندنا إشكالية كبيرة، نحن أقل الشعوب قراءة. نعم. يعني نقول له كتاب مثلا 20 جزء يقول لك يا أنا أراد أنا يدوب بقرأ بالعافية المجلة ولا ميكو ماوس ولا بتاع بوزق في النص كمان. فكتب التاريخ ده تراث أمة، ما احنا أمتنا كبيرة قوي، احنا قصرنا جدا في حفظ حقها. ده عامل زي واحد ما عرفش حاجة عن أبوه، يعني زي واحد اتولد في حجر رجل فاضل
وابو ده راجل يعني راجل حاجه ضخمه جدا وحاجه لها ثقلها في الدنيا، وهو جاهل جدا بقدر ابيه، ممكن يقعد يشتم فيه طول النهار ومش واخد باله، ما يعرفش ان ابوه دوت يهز الدنيا. فكذلك احنا امتنا تاريخها ضخم، لكن احنا مش عايزين نقرا فنتعب شويه. فضلت الدكتور، ننتقل الى يعني الحديث عن تاريخ الشيعه او التشيع. كيف نقل الشيعه او الرافضه على وجه الخصوص تاريخهم من جيل الى جيل؟ طبعا يعني هو السمه المميزه عند الروافض ما ذكره الامام الشافعي وغيره انهم تميزوا بالكذب. فان عامه هذه ميزه دكتور، دي ميزه يعني ميزه يعني علامه، مش ميزه ان هي حاجه مميزه، يعني الميزه الشيء المميز اللي هو يعني يميز به الخبيث من الطيب. يعني فمما يتميزون به او يظهرهم او علامه من علاماتهم المتفق عليها عند الناس، حتى هم انفسهم يكذب بعضهم بعض ولا يثقون حتى في كبرائهم، الكذب. فهم يخترعون القصص، ولهذا ترى كتبهم ضخمة جدا كبيرة جدا، ترى فيها روايات متناقضات أولها يناقض آخرها، يعني قد ترى الرواية الواحدة أولها يكذب آخرها. فأشد ما يميز هؤلاء القوم أنهم يخترعون أحاديثهم، وحتى إلى الآن متحدثيهم وخطباؤهم لو أردت أن تراجع وراءهم لوجدت عجبا، يعني هو الواحد منهم يقف على المنبر وأول ما يسخن يخترع القصة أي حاجة، هو حد يرجع وراء ما هو عارف هو يتكلم معهم، يعني عامة مرجعياتهم. حتى لو راجع أحد وراءه لو كان مرجعا فهو من مسألة ولاة الفقه فهو معصوم، خلاص أنا ما يقول اللي هو عايز لهم. على فكرة هم الجماعة الروافض ومرجعياتهم مرجع في نفسه، هو في حد ذاته مشرع، يعني مشرع صغير. يعاملون الناس بمنطق العتابي. عتابي ده راجل كان قاصا بباب الشام بدمشق، وكان مرة واقف على الطريق واقف ياكل على الطريق، فمر به رجل وقال له يا عتابي، وكان شيخ المسجد بقى والناس بتبوس ايده كلام من ده، وراجل قصاص يعني واعظ ما يفهمش حاجة أصلا في الدين بس كلامه حلو والناس بتعيط عليه زي بتوع الموارد كده الأيام دي. فراجل قال له يا عتابي أما تستحي تأكل في الطريق والأكل والنوم عورتان؟ فقال له أرأيت لو كنت في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمامهم تتكسف من البقر؟ قال له لا. قال تعالى أوريك إن هم بقر. وخده معاه في يده راح الجامع وقعد ونادى على الناس، فاجتمع الناس العتبه يتكلم واخذ يقول ما يشاء ويخطرف، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كذب في كذب، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طال لسانه ارنبه انفه دخل الجنه، فلم يبقى واحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنف، كل واحد يلعلع كده بالجنة. فقال ألم أخبرك أنهم بقر؟ قلت لك شوية بار خد بالك، يقولون أنت عايز، ما حدش فاهم حاجة، هم يصدقوا. فهؤلاء المرجعيات يتعاملون مع شعوبهم ومع قومهم بمنطق العتاب، يرون أنهم بقر ولهذا يلقون لهم أي حاجة. وإذا لو أن هناك واحد عاقل فقط، لو شخص تعقل ولو للحظة ما يسمعه من هؤلاء الناس وراجع كلامهم بعضهم على بعض، صراحة قناة وصال لها دور فذ في هذه النقطة، يعني لقد أظهرت كثيرا جدا مما كان خافيا بالصوت والصورة، بقت يعني ده أمر يحسب لها، ونسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خيرا. أمين. والحق يذكر، يعني كان لها دور كبير جدا في إظهار هذا للعامة، اللي كان الكلام صعب شوية مع الناس، لكن لما تجيب له واحد معمم وبقول كلامه وبعد ساعة بغيره أو غيره برد عليه أو كلام لا يمكن أن يقبل، لا يقبله إلا مجنون، واخد ذلك. فهذا لا شك، يعني لو أن هناك شخصا عاقلا تدبر ما يسمع ونظر له بعين البصيرة ليس بعين العاطفة التي عندهم والتي تربوا عليها لترك التشيع في لحظة. لكن للأسف يعني كما قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، الروافض يعني لو خلقهم الله لو لم يخلقوا بشرا لكانوا حميرا، لأنهم لا يفقهون. دكتور تازن، لنا نأخذ بعض الأسئلة الجمهور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة على ضوء القصة بتاعت العتابي، الواحد ملاحظ ان الموضوع يعني دايما احنا كعرب او كمسلمين دايما يعني بنمسك قوي في الحاجة اللي هي إشاعة كذب، دايما يعني بتروج فينا جامد جدا، وفي نفس الوقت يبقى الحق يبقى صعب جدا لدرجة ان دايما يعني دايما العلماء بيحاولوا يدافعوا عن الحق، في حين ان ممكن واحد يعني لا يساوي شيء مثلا ممكن يقول اي كلمة بتبعد بعيد جدا، ويعني تقريبا بتمسك في الناس كلها. نعم شكرا. فهل دي مثلا فتنة ولا هل دي عبارة عن ايه يعني؟ نعم، لا شك ان يعني هذه فتنة بالفعل،
وهذا حتى يميز الله الخبيث من الطيب. يعني دائما الحق غالي، وأهل الحق هم نقاوة المسلمين، ومش أي حد يرزق ويوفق لذلك. وجرت عادة الناس بتتبع الغرائب، يعني الناس لو ذكرت لها، لو جبت واحد بتكلم بالعقل والمنطق ربما ينفضوا من حول، فحكت لهم بقى واحد عمال يقول كلام في الهجايس وعمال يضرب قصص من دماغه ويخرف يسيبوه. من ظريف ما وقع في ذلك، ما وقع للإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، أحد أئمة المسلمين الكبار جدا. وكان عامر الشعبي هذا مما يحسد المسلمون عليه، يعني مرة بعثه هارون الرشيد أو غيره، عبد الملك بن مروان، عبد الملك كان صديقا له، فبعثه مرة في سفارة إلى ملك الروم، فهو راجع بعث معه كتابا ملك الروم إلى عبد الملك. فلما دخل عنده فتح الكتاب فقال عبد الملك للشعبي: أتدري ما كتب لي ابن الفاعلة المجرم دوت؟ كتب إيه؟ قال: لا لا لا، ما كنت أفتح كتابك، ما درش أفتحه طبعا. قال: إنه كتب لي يقول: عجبت للمسلمين كيف عندهم مثل هذا الشعبي ويولوا مثلك أنت، ومش يولوه عليهم أمير المؤمنين. فالشعبي كان لماح وكان ذكي، قال: لو كان قال هذا اللئيم لو رآك ما قال هذا، شفت أنا لوحدي، شفت أنا فقط، لكن لو كان شافك أنت آخر كان غير كلامه طبعا. فقال: أرأيت ما أراد؟ أنت عارف الرجل ده كان قصده إيه؟ قال: بل، كان عايز إيه؟ قال: أراد أن يوغر صدري عليك فأقتلك، لأنه حسدني عليك. فكان رجل كبير القذر. فمرة هشام بن عبد الملك لما تولى الخلافة قال لمن حوله: أريد رجلا أسامرني، يعني عايز حد دماغه كده توزن بلد، يقعد معاه يتكلم معاه أستفيد بكلامه يكون عاقل. فقالوا: ما نعرفش حد يصلح للجلوس مع أمثالك من الملوك إلا عامر بن شراحيل الشعبي. قال: بعته حتوم. فجاء عامر من الكوفة وهو ماشي في الطريق، دخل في الشام حتى يصل إلى ملك بني أمية هنالك، حضرة ملكهم يعني. فمر على بلدة اسمها تدمر. تدمر دي دخل الراجل يصلي بعد العصر، فدخل يصلي هو بيصلي سمع كان في المسجد قاصا، رجل واعز قاعد شغال من جماعة إياهم اللي هم بخطرفوا دول، يعني بيقولوا أي حاجة والسلام. فسمع القاص بيقول إيه، قاعد يخرف شويتين، وفي الآخر قال: حدثنا فلان، لازم يقول حديث بقى عشان الناس يقول الرجل ده رجل مطلع وعلامة وحافظ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق صورين ينفخ في كل صور مرتين. الصور اللي هو البوق اللي هينفخ فيه يوم القيامة هو صور واحد بس هيتعمل فيه مرتين، مرة يموت ومرة يصحوا. فالراجل عشان يجيب لهم حاجة بقى جديدة ناس يعني تقول الله وتهيص، قال لهم: ده هم طلعوا صورين من صور واحد. فضاد جمن في المسجد والشعب بيصلي نفسه مش مطوعاه، فأنجز صلاته سريعا، ثم ذهب للشيخ، فكر نفسه هناك بقى في الكوفة بقى الناس كلها عارفاه هناك في بلدهم يعني. فقال: ويلك أيها الكذاب، ما خلق الله إلا صورا واحدا. فالراجل دي بقى حتته بلده. قال: أتكذبني أنا كذاب؟ وخلع حذاءه وضربه على أم رأسه، وقام كل من في المسجد وضربوا الشعبية، يعني أخذ علقة كما يقول العوام، ما خدهاش حمار في مطلع. قال: وما أنجاني من أيديهم، كادوا يقتلونني، وما أنجاني من أيديهم إلا أنني أقسمت لهم بالله 30 يمينا أن الله خلق 30 صورا ينفخ في كل صور 30 مرة، بس بقى سيبوني، ما انتوا ناس ما تفهموش، عامل لكم ايه؟ ثم تركوه وذهب إلى هشام عبد الملك، فقال له هشام: أخبرني بأعجب ما رأيت في رحلتك. فحدثه بحديث تدمرين، فأخذ هشام يضرب برجله الأرض وكاد يقع على ظهره من الضحك، يقول: فعلوا بك أنت هذا، أنت تضرب؟ قال له اللي حصل. ففي الناس عندها إقبال وشغف بالشائعات وباللسائل الغريبة، وده الفيصل من أهل الحق وأهل الباطل. الله يبارك فيكم دكتور. يعني قبل أن ننهي هذا اللقاء الماتع، الله يبارك فيكم ويحفظكم، نريد توجيه كلمة من ناصح ومثلكم، بارك الله فيك، بارك الله فيه من ينصح بصدق وبعلم، وأنتم متخصصون في العلوم الإسلامية وأستاذ في الحديث في جامعة الأزهر، الجامعة العريقة. كلمة توجهها إلى عقلاء الشيعة في مسألة التاريخ، الله يحفظك، ماذا تقول لهم؟ يعني لن نعدم في الشيعة عقلاء، فيهم صراحة أناس يظن بهم خير، ويحسب أنهم إن شاء الله سيرشدهم عقلهم السديد إن شاء الله إلى الخير. أقول لهم: اقرأوا التاريخ قراءة منصفة، لا تسمعوا، لا لا لا, لا تتبعوا أحدا اتباعا أعمى، يعني كل ما ترونه زنوه بعقولكم وراجعوا وله على آخره، وقارنوا بين ما تسمعون وما تقرؤون وانظروا، يعني لو كان هذا معقولا فتبعوه، لكن لو كل من يعمل عقله، لو كان الوقت فيه سعة كنا جئنا بنماذج
من أمورهم عجيبة لا يمكن أن يقبلها عاقل. فنقول لهم أعملوا عقولكم التي وهبكم الله تعالى إياها، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم لما فيه رضاه. بارك الله فيكم سعادة الدكتور، وشكر الله لكم على هذه المعلومات القيمة، كما نشكر جمهورنا الفاضل، ونشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإنصات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منهجنا قرآن يزخر باللؤلؤ.